وسيمكن هذا النموذج التنموي الجديد من وضع القواعد المؤسسة لسياسة مندمجة فيها التقائية تعزز إشعاع الأقاليم الجنوبية سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي أو في غيرها من المجالات، وهي تتضمن مشاريع طموحة قوية مهمة جدا، وأيضا ستشكل رافعة حتى للحفاظ على الثروات الطبيعية وعلى البيئة، وهي الثروات التي تزخر بها تلك الأقاليم الجنوبية كموقع استراتيجي متميز، وهي أكبر رد كما قال السيد المستشار المحترم على أطروحة الانفصاليين التي تذهب إلى أن هذه الأقاليم أن المغرب يستفيد من هذه الأقاليم ولا يفيدها، ونحن كلنا فداء هذه الأقاليم لنشتغل ونعمل لها كما نعمل لجميع جهات المملكة، كله على قدر المساواة.